الفقيد من 1952 طبعا ميلاده إلى تاريخ وفاته منذ أيام 2024. صالح العرباس واحد من الذين تركوا بصماتهم في الكرة الجزائرية ومشاركات عديدة وطويلة مع المنتخب الوطني ومع فريق القالب شبيبات القبائل. الآن فريق شباب بلوزداد الفائز في 9 مواجهات والمتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات، جمع حتى الآن 31 نقطة، سجل 23 هدف، تلقى 11 هدف. مباراة غاية في الإثارة والتنافس لأنها تجمع بين ناديين كبيرين بحجم شبيبة القبائل وشباب بلوزداد، والفائز الأول والأخير سيكون من دون شك جمهورنا الرياضي الكريم الذي يتتبع هذه المباراة التي تنطلق في هذه الأثناء. بينما هذه كرة تغل داخل منطقة عمليات، يبقى الصراع لكن بالخيطر يتفوق في هذه الكرة بالغيط، حاول المخادعة أسامة قتال ويلا باتجاه ماتوتي، كرة وبين وبين هذا مع الجهة اليمنى توزيع وتدخل الدفاع، توزيع وتدخل الدفاع وإبعاد هذه الكرة. فيش متابع الصراع يتواصل إلى الجهة المقابلة، جهة اليسرى تمريرة لماتوتي، مراوغة ذكية، تمريرة أذكى داخل منطقة عملية لكن تجمع الدفاع ثنائي، مراوغة جسمانية لبالخيثر من جانب موقي، المراوغة توغل داخل منطقة عملية لكن التوزيع خاطئ. قتال بهذه الكرة أمامه بالخيثر، يبحث عن المراوغة، يتوغل وسط مجموعة من لاعبين ماتوتي، الأول مراوغة جسمانية والآن والتسديد داخل منطقة العمليات، مواقي سدد من بعيد لكنها جانبية، المراوغة أيضا لبالخيثر ثم هنا ماتوتي وأليكسيس كان في الوقت والمكان المناسبين واللازمين. ماتوتي ينتظر ماذا يفعل بهذه الكرة أمام مجموعة من اللاعبين، التمرير بصعوبة لكنها وصلت ويتوغل ويتوغل داخل منطقة عمليات وتدخل الدفاع منطقة 5 أمتار وخمسين سنتيمتر، شوف وين وصل ماتوتي، وزع لكن بوشار في المكان المناسب، سلسلة من المحاولات الخطيرة من جانب فريق شبيبة القبائل بقيادة ماتوتي، شوف دخول بطريقة سهلة، وسيلة يطلب الكرة، توصل هذه الكرة من هناك على الجهة اليسرى، ربما التمرير داخل منطقة عمليات وضاعت هذه الكرة، عادت من آدم أرجم، وقف كورتو مواقي سدد لكنها خارج الإطار. يتأهل واحد من الاثنين إما الشبيبة أو الشباب، وانبع بهذه الكرة ذكية لكن في وضعية تسلل يقول الحكم ممكن فيه تسلل مباشرة لكنها في القائمة الثانية ضايع، يحتفظ بالكرة تمر لبنغيت، بنغيت دائما يسدد لكنها جانبية، يوصل على الكرة بالخير، يبحث عن المراوغة بالخير، ينجح في الأولى ينجح في الثانية، يتوغل يتوغل يوزع، توقف هذه الكرة والتسديدة القوية، شوف مراوغة أولى ناجحة ثم الثانية أيضا، التوغل توزيع بطريقة مثالية، توقيف الكرة التسديد لكن الوضعية والتموقع الجيد بالنسبة للحارس حديد محمد إدير مكنه من توقيف واستعادة وإنقاذ الموقع. طويلة هذه الكرة داخل منطقة عمليات، التغطية موجودة لكن الكرة ماتوتي، ماتوتي يوسف تولى تنفيذ هذه الكرة والهدف الأول، كرة والهدف الأول من جانب فريق شبيبة أو شباب الوزداد، شباب الوزداد بواسطة من غيت يفاجئ الشبيبة ويسجل الهدف الأول بعد كرة كانت تبدو خطيرة وكنت أو توقعت أنها تكون خطيرة، شوف تنفيذ هذه الكرة، بن غيت يصعد أمام الجميع وفي القائم الأول تقريبا يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الأول للمباراة، شوف تنفيذ هذه الكرة بن غيت من بعيد تقريبا من نقطة تنفيذ ضربة الجزاء، هنا خطأ كبير في الحراسة من جانب وفي الرقابة من جانب فريق شبيبة القبائل، المرحلة الأولى والمباراة كانت لصالح الشبيبة، شبيبة القبائل ويلا هذه الكرة ويلا باتجاه مزيان، مزيان مزيان بهذه الكرة، مزيان مزيان مزيان، ماذا هناك ضربة جزاء، شوف مزيان مزيان في هذه الكرة، مزيان يدخل داخل منطقة العمليات، التدخل وضربة الجزاء الشرعية،
يتقدم يسدد يسجل، وامباي تاهب يتقدم يسدد يسجل الثاني لفريق شباب الوزداد. دقيقة 57 2-0 لشباب الوزداد على حساب شبيبة القبائل هنا بملعب أول نوفمبر. من جانب رفقاء وامبا الذي يسجل الثاني. وعلي أمام لاعبين الاثنين يوزع، تبقى الخطورة قائمة انتظار كادير وتزيد لكنها بعيدة باتجاه وامبا. خطير جدا وامبا، خطير أمام لاعبين الاثنين. وامبا 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 في أحسن مستوياته، بينما هذه المحاولة الأخيرة من جانب وامبا أتلي باكيتا في المباراة خاصة في نصف ساعة الأول. مزيان يحاول يتوغل على الجهة اليسرى، يتمكن يتمكن يمرر لكن التغطية موجودة. وعليا ركنيته مباشرة، محاولة التسديد القائم، تبقى الخطورة قائمة من جانب فريق شبيبة القبائل. توغل داخل منطقة العمليات أليكسيس مرة ثانية، ثم تسديدة بعيدة 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 تماما. شوف التسديدة الأولى القائم، ثم المحاولة الثانية المراوغة للخيتر لكنها بادو الكروي ثاني، ثم العودة إلى الوراء باتجاه بوعالية. بوعالية توغل يوزع ماتوتي، تسديدة قوية لكنها صدمت بالدفاع، وتسديدة ثانية لكنها جانبية. فالأولى صدمت بالدفاع والثانية تسديدة بالقدم اليمنى لكنها جانبية. على الجهة اليمنى باتجاه فارس نشاط، فارس نشاط يوصل يوصل على الكرة. فارس نشاط إلى بوعالية، بوعالية بوعالية على الجهة اليمنى يوصل على الكرة يوزع اليمنى، يوزع أركان بطريقة ذكية يقطع مسار الكرة، بينما تمرير أو تسديدة لكنها خارج الإطار. خطبوا عالية خارج الإطار بعد هذه المحاولة. حضور سريع من جانب بوشار، تبقى الخطورة قائمة داخل منطقة العمليات. في الأخير الوقت البديل، كرة خطيرة من جانب فريق شباب الوزداد، توزيع توزيع مرت من أمام الجميع لفائدة ولصالح شباب الوزداد أمام شبيبة القبائل. وهذه التوزيعة الرأسية من بركان ضاعت، بركان أمام المرمى رغم أنه ضربت فيه كرة ولم يضرب الكرة، لكن ليس له حل آخر. وفعلا كانت هذه آخر كرة. أيضا شباب الوزداد يتألق هنا بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، ويفوز بثنائية نظيفة من توقيع بن غيت في دقيقة 52، وفي دقيقة 57 وامبا يضيف الثاني عن طريق ركلة جزاء. باكيطا يتفوق على عز الدين أيجودي.